عندنا كلام كتير طبعا عن ماتش بكرة، عن مواجهة الأهلي والاتحاد، مباراة بتكتسب أهميتها لأسباب كتير هتكلم فيها بالتفصيل. بس الحقيقة أنا حابب أقف في البداية مع المغرب، لأنه وأنتوا عارفين طبعا، يعني جمهور السادسة عارف أنه أنا من قبل المونديال راهنت على 3 منتخبات في دوائرنا يعني العربية والأفريقية، قلت السنغال والمغرب والسعودية. ال3 منتخبات دول عندهم حقيقة أجهزة فنية وعندهم سكواد تقدر تاخدهم وتروح بيهم لبعيد. لكن عشان أكون صريح معاكم برضو، أنا ما توقعتش الإعجاز اللي حققه منتخب المغرب ده، وخصوصا إن مشواره كان صعب وقابل في الـ يعني لما تقارن ال4 منتخبات اللي وصلوا لقبل النهائي هتلاقي المنتخب المغربي عدى على مشوار فيه منتخبات تقيلة، منهم منتخبات كتير جدا مرشحة، أدى عروض قوية جدا قدام كرواتيا اللي بالمناسبة وصلت كمان هي كمان للدور قبل النهائي، عروض قوية قدام بلجيكا بالسكواد الرائع اللي بتملكه، إسبانيا واحد من الفرق المرشحة، وأخيرا البرتغال المدجج بالنجوم. فكونه يوصل للحتة دي الحقيقة يعني فاق كل التوقعات. لكن الأهم إن احنا نجاوب على سؤال ماذا بعد، وماذا بعد دي يطلع منها سهمين كده، سهم مرتبط ماذا بعد الفوز على البرتغال والتأهل لمواجهة فرنسا حامل اللقب والفريق اللي يبدو الحقيقة وخصوصا بعد العرض القوي اللي قدمه قدام انجلترا امبارح انه جاهز للتأكيد على انه عايز يفوز او يحافظ على اللقب اللي حققه في روسيا 2018، وماذا بعد البطولة، ماذا بعد انتهاء البطولة، نجاح الكرة الأفريقية والعربية في مونديال قطر 2022 هيترجم ازاي على مستوى النظرة للاعبينا في الخارج وعلى مستوى طموحات واحلام بقى الكرة الأفريقية والعربية في المحافل الدولية بعد كده، وخصوصا انه عدد المشاركين في المونديال اللي جاي هيرتفع ل 48 منتخب. اعتقد انه المغرب اثبت بالدليل القاطع انه مجرد التأهل ليس فقط هو الهدف، ومش بس هو حلم الشعوب العربية، لكنك تقدم كرة وتكون موجود بين الكبار، اعتقد ده بقى هدف مشروع لمعظم المنتخبات العربية والإفريقية. واللي هيجاوبني على الأسئلة الصعبة دي والمعقدة دي هو دكتور محمد جمال، ضيفي النهاردة في السادسة، محلل الكرة العالمية طبعا اللي بيشرفني في السادسة النهاردة. مساء الخير حبيبي يا زحمة، ربنا يخليك، مبسوط ان انا موجود معاك النهاردة. اعتقد متفق معايا انه يعني جماهير الكرة المغربية قبل العربية والأفريقية ما كانوش يتوقعوا النجاح المبهر والمستوى المشرف اللي ظهر بيه المنتخب المغربي ونجاحه في انه يوصل للدور قبل النهائي. مفاجأة الحقيقة، يمكن تكون مفاجأة أكبر على مستوى نسخة كأس العالم قطر 22. ما وصل إليه المنتخب المغربي في هذه البطولة جعل تاريخ 10 ديسمبر هو تاريخ فاصل بين ما قدمته الكرة الأفريقية والعربية في المونديال أو في معظم المحافل الدولية وما بعده. برفع سقف الطموحات بالنسبة لكل المنتخبات العربية والأفريقية قدموا المنتخب المغربي استحقه عن جدارة واستحقاق بعد ما أعادوا تنظيم صفوفهم بشكل جيد جدا، خاصة بعد رحيل وحيد خليلوزيتش وقدوم وليد الرجراجي 3 شهور بس قبل المونديال. طبعا يعني سقف الطموحات عالي جدا. المنتخب المغربي مش بس عمل كده، المنتخب المغربي رجع لملم اوراقه تاني، بعض اللعيبه اللي كان عندها مشاكل كتير مع وحيد خليلوزيتش في فتره طويله قبل ما يبدا المنتخب المغربي مع وليد الرجراجي ويستعيد تاني الوحده داخل الفريق وداخل المنتخب المغربي. بنتكلم على حكيم زياش كان عنده مشاكل كتير مع وحيد خليلوزيتش ورفض انه ينضم للمنتخب طبعا، نصير مزراوي كمان كان معاهم لعيبه مهمه جدا، امين حارث لكن اصيب في مباراه مارسيليا موناكو قبل المونديال على طول. فكل ده بيديك علامات وامارات انه المنتخب المغربي كان هيقدم شيء. قلنا ان المنتخب المغربي هو بالنسبه لنا المرشح الابرز انه يقدم شيء يجعلنا كعرب وكافارقه فخورين بيه في المونديال، لكن هو علق سقف الطموحات قوي. قدر انه من خلال وهو بيقابل مدارس كرويه كبرى في المجموعه، بيقابل كرواتيا بلجيكا، بعديها بيقابل المنتخب الاسباني، بعديها بيقابل المنتخب البرتغالي، الفريق الوحيد بالمناسبه في البطوله اللي قابل 4 منتخبات من المدارس الكرويه الكبرى في العالم وقدر يتجاوزهم. بالاضافه لده نتكلم على ما تجاوز ال8 ساعات لعب، 8 ساعات كوره في المونديال دون ان يستقبل المنتخب المغربي هدف وحيد ملعوب، يعني لم يستطع اي فريق تسجيل ولو هدف واحد من كل الاسماء اللي احنا قلناها بالاضافه عليهم كندا، تسجيل هدف واحد في المنتخب المغربي. حتى الهدف الوحيد اللي استقبله المنتخب المغربي كان نتيجه هدف عكسي سجله نايف اجرت في مباراه كندا. حتى المباريات الوديه يا احمد قبل المباراه على طول، قبل المونديال على طول، المنتخب المغربي مع وليد الرجراجي لم ينل هزيمه واحده. اعتقد غلب من امريكا، لم ينل ولا هزيمه، ما اتغلبش ولا هزيمه، تعادل مباراتين فقط منذ تولي وليد الرجراجي الى يومنا هذا، مباراه وديه وحيده تعادل امام المنتخب الهولندي
ثم تعادل امام المنتخب الكرواتي، دون ذلك كل المباريات مكسب، رغم انه لعب باراجواي وتشيلي منتخبات كبيره طبعا. هو خليني اقول لك كمان انه جزء من حلاوه الانتصار، واعتقد ده انتصار لاي مدرب وطني طبعا، انه حاصل طبعا مع مدير فني وطني وليد الاجراجي الحقيقه، اللي اعتقد انه النهارده بيقول انه المدربين الوطنيين ممكن يتراهن عليهم، ومش بالضروره يكون اسم كبير او مدير فني يعني سي في على اعلى مستوى عشان المنتخبات تقدر تنجح. بالعكس انا دايما بحب ارجع لمشوارنا احنا في الكره المصريه، وبشوف انه اعظم انجازاتنا حققناها مع مديرين فنيين وطنيين طبعا، سواء مع الناشئين او الشباب زي طبعا كابتن شوقي، او مع كابتن محمود الكبير الجوهري، مع كابتن جوهري وكابتن حسن شحاته. فالمدرب الوطني الحقيقه يمكن خد جواب اعتماد نتيجه في المغرب على الاقل، يعني ما اعرفش لسه الموضوع في مصر ايه طبعا، ولو اني متحمس لتجربه روي فيتوريا، بس يعني بقول انه نجاح الاجراجي هيكون او هيلقي بظلاله يعني انجاز التعبير على فكره المدير الفني الوطني للمنتخبات بس العربيه. مثال الاجراجي مثال مختلف شويه عننا. مدير فني محلي، لكن مدير فني نشأته كانت عامله ازاي؟ نشأته اوروبيه. لعب فين؟ لعب في الدوري الفرنسي سنوات طويله جدا، واشتغل هناك فترات، بعدين جه تولى المهمه كمساعد لرشيد الطوسي في 2013، بعدها تدرج نجح اينما تواجد. فده بيدي كريدت للراجل قبل ما يتواجد، يدي ثقه للاعبين فيه، هو كان لاعب جيد، كان موجود في فريق بطوله افريقيا 2004 في الفريق الافضل في البطوله كلاعب، وبعدها زي ما قلنا 2013 تولى المهمه كمساعدا للرشيد الطوسي مع المنتخب المغربي فتره قصيره، وبعدين راح خد الدوري المغربي مع الفتح الرباطي. فتح الرباطي طبعا فريق يحترم، لكن هناك دايما الكبار اللي ده دور رجاء. فلما اقدر ان انا اخد الدوري المغربي وبعدين اخد كاس العرش في سنتين متتاليتين وانا مدرب لسه بحبه في سجل التدريبي، وبعدين اروح اضرب في الدوري القطري وياخد الدوري هناك مع الدحيل، بعدين يرجع على الوداد فياخد دوري ابطال افريقيا والدوري المغربي الموسم الماضي، كلها مقدمات مهمه جدا. فمهم وانا بختار المدير الفني كمان تروح للدراسات، الراجل معاه يوفا اي برو، اعلى شهاده تدريبيه في اوروبا، بعدين راح واخد الكاف، الكاف برو اللي اتعملت في المغرب منذ 7-8 شهور. فبنتكلم على ان الراجل خد بكل الاسباب علشان يصل الى هذه المرحله. صحيح، يعني سواء كان اجتهاد شخصي منه طبعا، او سواء كان بمساعده وبتحضير وبرؤيه القائمين على الكره المغربيه طبعا. هو في النهايه برضو اذا كان في اراده، انا اعتقد ان في مصر لو انت مثلا بتتكلم او بتقارن، يعني انا شايف انه في مصر كفاءات ممكن تراهن عليها على سبيل الاعداد والتجهيز، انه اذا كنت بتفكر مثلا 20 مش هقول 26 لكن 20-30، من الممكن جدا انك تختار 4-5 اسماء النهارده تشتغل عليهم. هو برضو المدير الفني الوطني ده مشروع يا دكتور محمد، يعني لازم ده عنصر من ضمن يعني عندنا مشاكل في حاجات كتير جدا محتاجه اعاده جدوله، محتاجه اعاده تنظيم مره اخرى، سواء على صعيد العناصر الفنيه، سواء على صعيد قاعده الناشئين، لاعبتنا اللي معاها اللي مولودين بره مصر وما فيش اي رعايه ولا اهتمام بيهم، نفس اللي حصل مع المنتخب المغربي، في لعيبه في المنتخب المغربي 14 لاعب مولودين في اوروبا مولودين بره المغرب صحيح. وتم ضمهم وتم الاعتناء بيهم صحيح. فده اللي يودينا لنقطه عندنا ملفات كتير محتاجين نفتحها. معانا واحد من نجوم الكره المغربيه كابتن محمد فيدادي، وهو بالمناسبه طبعا حاضر ومؤازر ومساند لمنتخب المغرب، وهو موجود في قطر وهو بيكلمنا دلوقتي من قطر، نبارك له ونهني له، والفرصه الحقيقه نهني كل اشقاء في المغرب بفوز المغرب على البرتغال وتاهلها للمربع الذهبي. نقول مبروك وشرفتونا ورفعتوا راسنا، ومستنيين منكم كتير جدا، وبنراهن عليكم حتى قدام حامل اللقب والمنتخب الفرنسي. اهلا وسهلا بيك معنا في السادسه كابتن محمد. اهلا وسهلا بالاخ احمد سمير، وتشرف بمعرفتك، وتحيه وسلام لكل الشعب المصري وكل الامه العربيه. انقل لي، انا عارف طبعا انه الدنيا في المغرب اكيد يعني ضرب نار، بس انقل لي كده يعني الاجواء عندك في قطر بعد تحقيق الفوز والتاهل لاول مره في تاريخ الكره العربيه والافريقيه فريق او منتخب افريقي يتاهل لدور قبل النهائي في البطوله، انقل لي الاجواء ما بعد مباراه البرتغال. اكيد الاجواء كما نقول لك، الاجواء بتكون في جميع الدول العربيه نفسها سبحان الله، لان يعني الاجواء ممتعه، الناس مبسوطين، يعني ما نقول لك يعني الشعب المغربي، لان الحين صرنا امه واحده، كلمه واحده كانت، ولغه الكره تسمع جميع الدول العربيه. الاجواء يعني ممتازه، الناس فرحانين مبسوطين، كل الست مبسوطه، قطر يعني كما نقول لك الشوارع كلها مليانه، يعني من الصبح حتى اليوم التالي
وتحصل الناس ما زال في الشوارع يتكلموا على الموضوع على المنتخب المغربي. يعني بالتأكيد طبعا الوصول للمربع الذهبي في حد ذاته إنجاز كبير جدا، لكن خليني أقول لك برضو أنه من ناحية تانية جماهير الكرة العربية عموما، يعني ما أعتقدش بس المغربية، جماهير الكرة العربية رفعت سقف أحلامها وطموحاتها وتوقعاتها للمنتخب المغربي، وبيراهنوا بشكل كبير جدا على قدرته على العبور وتجاوز المنتخب الفرنسي. بتشوف المواجهة اللي جاية إزاي، وبتشوف يعني من واقع متابعتك حتى المباراة فرنسا وإنجلترا امبارح ازاي من الممكن المنتخب المغربي يتجاوز عقبه حامل اللقب المنتخب الفرنسي؟ اكيد بان اغلبيه الشعوب العربيه دائما هذه عقلتنا العرب، يعني انا كلاعب دولي كإطار وطني انا قلت من زمان دائما احنا سبحان الله دائما نفتخروا دائما بالفرق الاجنبيه يعني الاوروبيه، واكيد السنوات الاخيره هذه بدون مجاملة عندنا لاعبين كبار، يعني لما تشوف مثلا محمد صلاح يعني محمد صلاح احسن لاعب، ليش دائما بنقلوا من اللاعب عندنا؟ اكيد احنا مثلا المغرب انا قلتها في القنوات اكيد لازم ما نتكلم على الارجنتين ولا على البرازيل ولا على فرنسا ولا على كذا، اكيد انا لما كلمتهم قلت لهم عندنا لاعبين كبار، عندنا لاعبين في المستوى اسمائهم كبيره ووازنه بالفرق تبعهم، ايش كان خاصهم؟ كان خاصهم بس توليفه اللي حطها وليد الركراكي لما جاء، لأن يعني أغلبية الناس ما كانوا مقتنعين بالناخب الوطني كأنه شاب وفترة وجيزة يعني بيسوي الأشياء، أكيد نرجع الموضوع تبع المنتخب الفرنسي، أكيد المنتخب الفرنسي أكيد بطل العالم 2018 أكيد كل فرق المنتخبات قوية، بس دائما أنا مآمن بالفريق الوطني المغربي، عندنا لاعبين وكنت مآمن أن أمشي أبعد نقطة، والمباراة كما نقولوا دائما مباراة تلعب على جزئيات يعني جزئيات بسيطة. يهمنا نطمن كمان منك على سكواد المنتخب المغربي، هل في لا قدر الله إصابات؟ هل في غيابات متوقعة عن المواجهة الجاية؟ لأنها يمكن تكون المواجهة الأهم. إصابات كان دائما معايا يعني بالهاتف مع المساعد المدرب لأن رشيد بن محمود أخويا وبلعب معايا وكذا، استفسرنا لبعض في إصابات ونتمنى إن شاء الله عشان الاصابات، لان اغلبيه اللاعبين كانوا كيلعبوا هم مصابين في بعض الاحيان. يعني راه مش يعني مستحيل تشوف لاعب اوروبي يحس بشيء بسيط يوقف. ايوه. بس اللاعب العربي سبحان الله دائما ولو يحس يقول لك عاوز نكمل، شفت المباراه الاخيره زياش ما قادر بس يقول المدرب انا عاوز نكمل. ايوه. لا وكل لعيبه المغرب الحقيقه ظهروا بشكل اكثر من رائع، ونتمنى ان شاء الله ان المشوار يستمر. كابتن فيدادي بشكرك شكرا جزيلا، كل تمنياتنا الحقيقه لنجوم المغرب بالتوفيق في مواجهه فرنسا، كل الجماهير الكره العربيه في ظهرهم وبتساندهم ان شاء الله، وباذن الله يكون ليهم تواجد في نهائي المونديال. بشكرك شكرا جزيلا، وقبل ما اكمل كلامي واسمع وجهه نظر دكتور محمد جمال خلينا نروح لفاصل اخير ونرجع لحضراتكم. مهم جدا اسال دكتور محمد ازاي نجح المغاربه، لان ده يمكن يعني حجر الزاويه في القصه كلها، ازاي نجح المغاربه في انه فريق كبير ولاعيبه كبيره وكل اقول زي ما انت عايز تقول، لكن في النهايه الفارق برضو كبير، ازاي نجحوا ان هم يدوبوا الفوارق دي في مواجهه منتخبات كبيره زي بلجيكا وزي اسبانيا وزي البرتغال ويتاهلوا لمواجهه المنتخب الفرنسي، وازاي وصلونا لمرحله ان احنا نراهن عليهم قدام فرنسا حتى وان كانت مباراه قبل النهائي والفايز بيها هيوصل لنهائي كاس عالم. كنا بنتكلم على سكواد المنتخب المغربي، دكتور محمد قال لي ارقام الحقيقه يعني مفاجاه كقيمه تعاقدات اللعيبه. كنت بسالك دكتور محمد في الفاصل يمكن ايه توقعاتك للنقله اللي هتحصل للعيبه المنتخب المغربي بعد البطوله؟ مؤكد كل اللاعبين اللي من صغار السن لحد حتى 28 29 سنه كله هينقل، محدش هيفضل في النادي اللي موجود فيه الا اذا كان رايحه لسه قريب زي بدايه السيزون حالي زي نايف اجريدر لسه رايح ويست هام، ما اظنش انه هينقل بدري يعني هينتظر شويه. واللي في الانديه الكبيره زي البايرن مثلا زي مزراوي وزي حكيمي وزي زياش برضه يبقى صعب ان هم ينقلوا. لكن خليني اقول لك انه لعيب زي امرابط، لما اجي اتكلم على امرابط في وجهه نظري في وجهه نظر الكثيرين انه اللاعب الافضل في مركز 6 في المونديال دون تحيز ودون عاطفه، هو اللاعب الافضل في كل شيء في مركز 6 في المونديال ككل. هذا اللاعب بيلعب في فيورنتينا، ووقت ما اشترى فيورنتينا طلع راح لاس فيرونا ورجع فيورنتينا ودلوقتي موجود على ذمه فيورنتينا. هذا اللاعب راتبه السنوي 900,000 دولار. الدوري المصري في 11 لاعب في الدوري المصري راتبهم اعلى من امرابط،
ما حدش منهم راح المونديال غير علي معلول من ال 11 اسم. ما حدش منهم راح المونديال. فانا بتكلم على 10 لاعبين مش مونديالين، ما عندهمش حتى من ما لعبوش كالتشو، ما لعبوش دوري ايطالي، لعبوا لعبوا في دوريات مع كامل احترام لدورينا طبعا، وبياخدوا اكتر منه. ده رقم واحد. نيجي نتكلم دي مش الصدمه الكبرى. لا ده ده لا وده ده 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 اعلى راتب، اعلى راتب في وسط ملعب المنتخب المغربي العظيم اللي لعب قدام بلجيكا بوسط ملعبه اللي فيه دي برويني وايدين هازار، اللي لعب قدام كرواتيا اللي عنده افضل وسط ملعب في البطوله بروزوفيتش وكوفازيتش ولوكا مودريتش، اللي لعب قدام المنتخب الاسباني اللي عنده جافي وبيدري اعظم موهبتين في العالم، اللي لعب قدام منتخب البرتغال اللي عنده برناردو سيلفا وعنده اسماء كتير. اللاعب اللي جنبه على طول عز الدين قناحي، الراتب بتاعه كام؟ بيلعب في نادي انجي متزايل ترتيب الدوري الفرنسي، بياخد 90,000 دولار في السنه. 90,000 دولار. ده عز الدين قناحي. سليم املاح بيلعب في ستاندرد ليش؟ 90,000 دولار في السنه. في السنه مش في الشهر. 90,000 دولار في السنه. احنا عندنا اللعيبه اللي في مؤخره الجدول ما بتاخدش السنه، بتاخد اكتر من 90,000 دولار. نروح للعيب الثالث اللي هم الثلاثه الاساسيين. سليم املاح بيلعب في ستاندرد ليج، واحد من الانديه الكبيره في بلجيكا، 360,000 دولار. دول الثلاثي بتوع المنتخب المغربي اللي موقف كل المنتخبات دي وخط وسط لا يخترق. دول الثلاث اسماء اللي موجودين، مجموعهم كلهم على بعض، كلهم الثلاثه على بعض لم يقتربوا من المليون ونص دولار الثلاثه. مجموع الثلاث رواتب بتاع الثلاثي يعني. فده يوديك ان طبعا مؤكد كل هؤلاء اللاعبين هينتقلوا مليون في المية. يعني عز الدين قناحي مفاجأة وليد الرجراجي، كل بقية الأسماء احنا عارفينها من الأمم أفريقيا اللي فاتت. عز الدين قناحي تحديدا لعيب صاحب 22 عام، مفاجأة الرجراجي في البطولة دي، لعيب مركز 8 بيعمل كل حاجة في الكورة، كل حاجة ممكن تعمل في الكورة بيعملها، بيدافع، بيعمل الترانزيشن، بيخرج، بيطلع على الأجناب، بيكمل جوه ال 18، ما عندوش أي مشاكل خالص، لعيب مهاري جدا. خليني أقول لك إنه في الموسم الحالي بيلعب في متزايل الترتيب عز الدين قناحي اونجي هو تاني اعلى اللاعبين مراوغات ناجحه في الدوري الفرنسي ككل بكل نجوم الدوري الفرنسي. عز الدين قناحي اللي بياخد 90,000 دولار في السنه مع اونجي، اللي قال عليه انريكي من اين جاء هذا اللاعب. فده دي امثله، ده على سبيل المثال وليس الحصر. 90,000 يعني خليهم 100,000 في عقد اربع سنين، يعني 400,000. هو بياخد 360,000 دولار بالظبط في الاربع سنين، بياخد 360,000 دولار في الاربع سنين. 10 مليون بياخد نص، بياخد نص بعض اللاعبين اللي لعبوا في المكان ده. في بعض اللاعبين اللي موجودين في بعض الانديه اللي تعاقد معاهم هذا الموسم بياخد رقم اعلى منه. هو لاعب يحمل نفس الجنسيه. لاعب يحمل نفس الجنسيه تعاقد مع نادي في الدوري المصري بياخد رقم اعلى من الاربع سنين بتوع عز الدين قناحي. وفسخ التعاقد ولا مازال مستمر؟ وفسخ التعاقد. بياخد رقم اعلى منه صافي درايف. يعني احنا عندنا مشكله كبيره، عندنا مشكله كبيره في انتقاء اللاعبين الاجانب، عندنا مشكله في اللاعبين قطاعات الناشئين، وازاي اطلع لاعبين صغار. لا احنا بص لو اتكلمنا على مشاكلنا هتاخد محتاجين اربع ساعات. خليني اسالك سؤال ثاني على مستوى ردود الافعال. يعني بالتاكيد الكره المغربيه هتستفيد استفادات كبيره جدا طبعًا من الانجاز اللي حققته طبعًا، لكن هل متوقع انه يبقى في مردود للاستفاده دي على مستوى الكره العربيه والافريقيه كمان؟ نموذج، انت قدامك نموذج قدام عينك بقوام في كتير منه محليين. أيوة. بقوام عنده مدرب محلي، بقوام اكيد الاتحاد المغربي، ناس مغاربه مش جايبين ناس من بره يدوري لهم الاتحاد، عندك حاجات كتير لازم تتعلمها. نموذج يحتذى بيه قدام عينك بامكانيات مقاربه جدا، مش هقول الاتحاد المغربي اتحاد فقير، لكنه لكنه امكانيات مقاربه جدا للي موجوده عندك في كل الاتحادات العربيه، مش بتكلم على الاتحاد المصري بس. حط فوق ده كمان الاستفاده المغربيه من البطوله كحوافز ماليه. انت بتتكلم على انه لا قدر الله صاحب المركز الرابع 25 مليون دولار، يعني بنتكلم تقريبا على 265 مليون درهم مغربي. ده رقم كبير جدا، رقم كبير جدا جدا بالنسبه لي للاتحاد المغربي، ده في اسوء الفروض. طبعا 25 مليون تستثمر بقى في بنيه تحتيه، تستثمر في مشروعات ناشئين، تستثمر في معسكرات، تستثمر في صقل خبرات مدربين، يعني اكيد طبعا هيبقى في مردود. خليني اقول لك من ضمن الحاجات اللي الناس يمكن في بعض اللاعبين شافوهم، المنتخب المغربي عنده 6-7 عناصر اساسيين كانوا موجودين مع المنتخب المغربي خلال الفترات اللي فاتت قبل ما يتولى الرجراجي وما راحوش المنتخب بسبب الاصابات. زي امين حارت، بتكلم على مارسيليا نجم كبير في الدوري الفرنسي بالمناسبه، برقوق في وسط الملعب، عندهم لعيبه كتير الراجل استبعدهم بسبب الاصابات او بسبب انه مش ما عندوش مكان. ادم ماسينا بيلعب في الدوري الانجليزي، فبتكلم على لعيب دوري انجليزي ما لعبش عادي والراجل مكمل ما عندوش ازمه خالص. لعيب بيلعب في الدوري الفرنسي نجم من نجوم الدوري الفرنسي امين حارت وما لعبش وعادي وما عندوش ازمه خالص. هنا
اهميه القاعده بتاعت اللعيبه اللي انا بختار منها. تمام، اخدك لماتش فرنسا. يلا بينا. فرنسا فريق تقيل مفيش شك، مفيش كلام، عنده سكواد على اعلى مستوى. ديدي ديشام ماشي خطوه بخطوه ونجح الحقيقه في اقصاء منتخب. انا بشوف طبعا انه المواجهه الوحيده التقيله لفرنسا في البطوله كانت منتخب انجلترا على عكس المنتخب المغربي، تقريبا كل ماتشاته مواجهات من العيال التقيل بالنسبه لفرنسا في المتناول. يعني. لكن في النهايه برضو انت بتتكلم على فريق عنده شخصيه البطل وهو حامل اللقب النسخه الاخيره. طبعا لو المغرب عايز يكسب، لو الرجراجي بيلعب على مكسب حقيقي قدام المنتخب الفرنسي، شايف ازاي يعني كيف تؤكل الكتف؟ شايف النقاط الضعف المنتخب الفرنساوي فين اللي ممكن المنتخب المغربي يلعب عليها ويقدر يحقق مفاجاه ثانيه في مشوار مفاجاته؟ رقم واحد، يستمر وليد الرجراجي على 4-1-4-1 اللي بادئ بيها من اول البطوله، 4-1-4-1 العظيمه اللي بتطبق بشكل عظيم جدا. دايما ما بنتكلمش على الفورميشن كارقام، تنفيذها عامل ازاي، العناصر اللي بتنفذها عامله ازاي. رقم اثنين، الميكس اللي بيعمله بيحول ال 4-1-4-1 ل 4-3-3 الاعتياديه في الشق الهجومي عظيم جدا، يكمل على نفس النسق. رقم ثلاثه، استغلال البطء نوعا ما بين قلبي دفاع المنتخب الفرنسي، عندهم مشكله في الارتداد، عندهم مشكله في المسافات ما بينهم، ودي نقطة ميزة النصيري. دي نقطة ميزة النصيري اللي اتكلمنا عليها في اكتر. تتغنى على التيك اوف اللي عمله في طبعًا في ماتش 2 متر 78، اعلى تيك اوف في العالم، اعلى تيك اوف في كاس العالم. ما كنتش متخيل الكروس بيتعمل انه هيطلع هنا. انت لما تيجي تبص على ديجو كوستا حارس مرمى المنتخب البرتغالي، بعد ما ابتدى يطلع، هو طلع ما جابش كتفه بايده، ما جابش كتفه. 2 متر 78 تكاف عظيم طبعا، هيخلد واحده من اللقطات الايقونيه. قارنوها بالرونالدو سامادوري بتاع رونالدو. فواحده من اللقطات الايقونيه اللي هتفضل كتير، هي ولقطه في نفس المباراه كانت قبله سليم املاح على راس بيبي اللي ضيع كوره في اللحظات الاخيره. لقطات ايقونيه هتفضل الناس تستخدمها كفيلرز كتير في المونديالات اللي جايه يعني. فلازم يكمل على نفس النسق، ما يغيرش طريقته ابدا، وهو نجح بانه ما بيغيرش، واللعيبه هضمها للشكل ده زاد مع الوقت بشكل ممتاز. بدايه من مباراه كرواتيا كان النسق دفاعي بحت باستثناء اول 20 دقيقه، بعدين مع المنتخب البلجيكي تطور شيئا ما، مع المنتخب الاسباني طبعا وانت بتلعب المنتخب الاسباني كنت محتاج ترجع تاني للنسق الدفاعي بشكل اكبر، تطور بشكل عظيم جدا. والتحولات اللي كانت بتتعمل، 4 كرات كان بيروح فيها عدد خلال المباراه بيروح بيها عدد المهاجمين للمنتخب المغربي اكتر من المنتخب البرتغالي. الناس كانت بتتكلم على المنتخب المغربي بيدافع بس. أيوة. لا، ازاي بيعملوا التحولات؟ دور عز الدين قناحي وسليم املاح في التحول مع حكيم زياش وسفيان بوفال، ازاي بيطلعوا الاربعه؟ وهنا بقى راسيات وسرعات يوسف نصيري مهمه جدا 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 وانا بلعب المنتخب الفرنسي. نقطه كمان، المنتخب الفرنسي ليه اصعب؟ لانه بيلعب كره مباشره، ما بيعتمدش على الباسز الكتير زي المنتخب الاسباني او البرتغالي. عنده سرعات برضو، عنده سرعات طبعا، وعنده كيليان امبابي في حد ذاته 25% من قوته لوحده، يعني لعيب لوحده كده 25%. تنوع الحلول، المنتخب الفرنسي خطير جدا في الحلول. عنده سرعات كيليان امبابي، راسيات اوليفييه جيرو، مهارات ديمبلي، تصويبات شاميني بعد مباراه انجلترا طبعا. فهو بيعرف ازاي يكسب، ودي مشكله وصعوبه هتقابل المنتخب المغربي. تعال نشوف كده ترتيب المنتخب المغربي بعد نجاحه في الوصول لقبل النهائي. قفزه نوعيه، اعتقد 11 مركز. هو بقى ال 11، هو بقى ال 11 طبعا على مستوى العالم، بعد طبعا والاول افريقيا وعربيا وافريقيا، وبالتالي اعتقد هتبقى برضو قفزه نوعيه. طبعا ده ترتيب منتخب المغرب مقارنه بالمنتخبات الافريقيه على مستوى القاره الافريقيه، هو نمره 1. على مستوى العالم هو رقم 11، نط 11 مركز. يس. تقدم في الترتيب 11 مركز للامام. طبعا تراجع المنتخب السنغالي مركز 1 عشان يبقى الثاني على مستوى افريقيا، و19 على مستوى العالم. ثم المنتخب التونسي تقدم بقى 29 على مستوى العالم. ثم في المركز الرابع الكاميرون تقدمت 10 مراكز، اعتقد فوزها على البرازيل برضو طبعا. يعني الى حد طبعا. كبير برضو ساهم في ده، لان الكالكوليشنز نفسها، الكالكوليشنز بتبقى على حسب قوه المنتخب، انت لعبت منتخب فريق عامل ازاي. صحيح. فبقت ال 33 تقدمت 10 مراكز. نيجيريا تراجعت 3 مراكز بقت ال 35. الجيريا او الجزائر تراجعت 38 تراجعت مركز 1. مصر تراجعت مركز بقت في المركز ال 40. ثم مالي في المركز ال 45 تقدمت مركز 1. ده طبعا الترتيب العالمي.
الترتيب العالمي. البرازيل طبعا في المركز الاول، فرنسا في المركز، ما كانتش البرازيل قبل البطوله، كانت لا البرازيل قبل البطوله على طول كان الاول وحافظوا على مركزهم قبل البطوله على طول. فرنسا في المركز الثاني طبعا طلعوا مركزين. منتخب الارجنتين حافظ على مركزه في المركز الثالث. بلجيكا تراجعت بلجيكا تراجعت مركزين لانهم كانوا في المركز الثاني لما لعبوا المنتخب المصري، ووقت ما تغلب عليهم المنتخب المصري قبل البطوله كانوا في المركز الثاني. المنتخب الانجليزي حافظ على مركزه في المركز الخامس. المنتخب الهولندي تقدم مركزين بقى في المركز السادس. المنتخب الايطالي طبعا بيدفع ضريبه انه لم يشارك في كاس العالم وبيتراجع مركز. المنتخب البرتغالي بيتقدم مركز. المنتخب الكرواتي في المركز التاسع بيتقدم ثلاث مراكز طبعا بعد صعوده لنصف النهائي. والمنتخب الاسباني بيتراجع ثلاثه مراكز ويصبح في المركز العاشر. عالميا يمكن انا بقى الحقيقه بعد فوز كرواتيا كمان على البرازيل قلت انه تجربه كرواتيا تستحق برضو ان احنا ننظر ليها بعين الاعتبار. فريق على مستوى الانديه ما عندوش انديه كبيره، ما عندوش انديه ظاهره على مستوى المنافسه على اوروبا. عندنا طبعا، طب خلينا نشوف ياسين بونو، لانه خلينا نقول انه برضو ياسين بونو مع خط دفاع المغرب نجوم وعامل اساسي في نجاح المغرب في الوصول للنقطه دي في المونديال. في اربع مواجهات صعبه، في مواجهات منتخبات زي كرواتيا، زي بلجيكا، زي اسبانيا، زي البرتغال. انا ممكن احط لك 20 اسم مثلا بيضمهم الاربع منتخبات دول، كفيل كل واحد منهم ان هو يسجل هاتريك في كل مباراه. ورغم كده نجح ياسين بونو خط دفاع المغرب ان هم يحافظوا على نظافه شباكهم في الاربع مواجهات. كرواتيا اللي طلعت البرازيل، بلجيكا اللي فيها مدججه بالنجوم كاراسكو، دي بروينا، اسبانيا ايدن هازارد، اسبانيا، البرتغال. يعني اعتقد طبعا نجاح مبهر الحقيقه لقوه الدفاع المغربيه. تتوقع مين الناحيه الثانيه؟ كرواتيا الحقيقه اللي بشوفها برضو تجربه محترمه جدا جدا. الناس دي كانت وصيفه البطوله وابتدوا البطوله دي والناس بتقول عليهم فرقه عواجيز ونجحوا الحقيقه في الوصول لقبل النهائي، ولا الارجنتين؟ كرواتيا عندها مدير فني كبير قوي، زلاتكو دانيتش، مدير فني كبير قوي قادر يستخدم. هم فعلا مجموعه عواجيز يعني هي مش باين في كمعدل اعمار، ما انا اقول لك كمعدل اعمار الملعب قصه ثانيه. لكن انه المردود يبقى بالشكل ده طبعا تحسب للمدير الفني، تحسب لخط وسط مرعب بالنسبه لي في لوكا مودريتش، كوفازيتش، بروزوفيتش. خط وسط مرعب، خط وسط الافضل على صعيد التماسك في المونديال. بس برضه في النهايه انا احترم جدا قدرات اللعيبه دي، بس في النهايه لما اجي ارص لك كده يا دكتور اول 20 اسم على مستوى اللاعبين في العالم مفيش منهم ولا اسم كرواتي. طبعا يعني يمكن لوكا مودريتش هو اللي كان بيدخل في بعض الاوقات، بس كان بيست بلاير في نسخه طبعا. لكن النهارده لوكا مودريتش مش هو يعني طبعًا. مش في التوب 20 على تراجع بدني على الاقل. لكن انك تلاقي المدرب اللي قدر يهيئ اللاعبين ويوصلهم الى هذه الحاله من الجاهزيه البدنيه والفنيه وانت داخل المونديال وانت عندك معترك ومستوى التنافسيه عامل ازاي. طبعا تحسب لزلاتكو دانيتش، تحسب لمجموعه وسط الملعب. ماتش صعب قوي بالارجنتين وكرواتيا، شايفها راح الارجنتين. صحيح شايفها انا رايحه الارجنتين اكتر لوجود ميسي. يبقى ميسي المرجح بعد الموقف، بعد نهايه الماتش بتاع هولندا ده. يعني طول عمري ارجنتيني الهويه، انا بحب الفرقه اللي بتلعب كره حلوه. ارجنتين طول عمرها فيها نجوم، انا يعني مارادونا، ريكيلمي، اورتيجا، باتيستوتا، يعني طبعا. فيهم نجوم لازم تحبهم. لكن الحقيقه بعد موقف ميسي امبارح اتضايقت، يعني اتضايقت الحقيقه، وتحولت مشاعري تجاه منتخب الارجنتين، واتمنى ان كرواتيا تطلع الارجنتين من البطوله. والله بص يعني بعيد عن الموقف واللي انا متفق معاك فيه جدا، لانه ما بحبش التعالي، ما بحبش التكبر طبعا، ما بحبش انه الموهبه او الاحساس بالذات يطغى على فكره الاحترام والاخلاق والانسانيه. والعقاب بيجي فوري للاسف. صحيح يعني العقاب بيجي بعد المواقف بيجي فوري، وفي بعض اللاعبين والامثله حصل لهم نفس الموقف يعني. فنرجع تاني بقى لميسي، اللي انا شايف ان هي لوجود ميسي، لوجود مارتينيز، فلسه رغم ان كرواتيا عندها ليفاكوفيتش حارس مرمى عظيم، هو سبب تاهلهم امام البرازيل. متفق معاك. لكن تبقى المباراه طبعا 50-50، انا بدي شويه بريفليج ولا 1% للارجنتين. طبعا مباراه المغرب فرنسا قلبي دايما مع المغرب منذ المباراه الاولى طبعا. مباراه صعبه جدا جدا جدا، لكن للي عمله المنتخب المغربي انا برضه بالنسبه لي 50-50 50-50 50-50 طبعا. لو اي حد تاني بيلعب فرنسا كنت هقول فرنسا عندها بريفليج طبعا 10%. لوجود الزخم بتاع اللاعبين خاصه في الخط الامامي، جريزمان، كيليان مبابي، وجيرو. لكن اللي عمله المنتخب المغربي ليس تعاطفا، اللي عمله المنتخب المغربي يستحق. فنيا يستحق ان اقول المباراه 50-50 طبعا. 50 هقفل معاك كاس العالم، ولازم اعدي على مباراه بكره بيستناها الاهلاويه، الاهلي والاتحاد، شايفها ازاي؟ وخصوصا ان الاهلي استعاد جزء كبير من رونقه، انت عارف بعد فتره توقف ماتشين المقاولين والطلائع طبعا قلقونا شويه على مستوى الشكل مش النتيجه، لكن طبعًا. اعتقد مع المحله
الجمهور حس انه العجله ابتدت تدور تاني، ايه المنتظر في مباراه بكره اوجه الصعوبه؟ التوصيف اللي انت قلته هو التوصيف السليم مليون في الميه. انت راجع من فتره توقف، عندك غيابات كتير جدا بسبب الاصابات، بسبب الاستدعاءات الدوليه، بسبب عدم الجاهزيه البدنيه، كل هذه الاسباب خلت الرجوع امام المقاولين امام طلائع الجيش ما كانش على الوجه الاكمل، ما كانش بالشكل اللي جمهور النادي الاهلي منتظره، لكن طبيعي ترجع بعد فتره توقف كانك بتبدا السيزون من اول وجديد، بدات صعود تدريجي، بدات مباراه المقاولون في الكاس، بعدين مباراه الجيش، مباراه المحله اديت مباراه جيده جدا مع رجوع العناصر خاصه على صعيد خط الدفاع اللي رجعت التماسك تاني لخط الدفاع، بتكلم على اكرم توفيق، محمد عبد المنعم، علي معلول، رجوع الثلاثي طبعا قوه كبيره للنادي الاهلي، مع جاهزية بدنية لعمرو السولية اللي هوجم بشدة في مباراة المقاولون والجيش لأنه كان لسه راجع من الإصابة وما كانش جاهز بشكل كبير، قدم مباراة جيدة جدا أمام المحلة. فرجوع السولية جنب أليو ديانج في وسط الملعب ظبط الإيقاع بشكل كبير، وحدث ولا حرج بقى الجزء الأمامي، يعني الراجل عنده خيارات كتير. يبقى عنده أقنعك تاو في ماتش المحلة التوظيفة يعني الأخيرة والحل الأخير للاثنين لكولر ان هو عايز يلاقي حل للجزء الامامي مش الجزء الامامي للاربعه، الجزء الامامي راس الحربه عايز يلاقي له حل، عمال بيجرب، جرب شادي وجرب حسام وجرب شريف، قال خلاص مش باقي غير تاو، بيجرب تاو ادى بشكل جيد، انا شايف تحركاته وهو حل دايما مختلف في مركز المهاجم، بروفايل مختلف عن حسام وعن شادي وعن شريف، الراجل ما عندوش مشاكل على صعيد الاجنحه حتى الان، طاهر بيأدي بشكل جيد، كريم فؤاد اختراع واكتشاف كولر الموسم الحالي، احمد عبد القادر طبعا حل مهم جدا، محمد مجدي قفشه ورجوعه بشكل جيد في المباراه الاخيره مع كولر، طبعا برونو سافيو بيأدي بشكل جيد، مش شايف ان عنده مشاكل كتير في الجزء الامامي، يبقى هو بيدور على حل وثبات التشكيل بالنسبه لراس الحربه. الاتحاد فايق برضه السيزون ده دكتور، يعني شايف انه المباراه توقعاتك او رؤيتك ليها، بس طبعا وجودها على ملعبنا اعتقد برضه بتدي افضل وسط جمهورنا، ولانه جمهورنا موجود في كل مكان، شايف ماتش مباراه صعبه جدا، مباراه صعبه جدا على مباراه صعبه جدا على الناحيتين، الاهلي بالحاله اللي عليها الاهلي ما شاء الله سلسله اللا هزيمه مع كولر، حتى اللا تعادل مع كولر حتى في دوري الابطال الكاس او حتى في بطوله الدوري، لكن زوران مانولوفيتش مدير فني قوي جدا، واحد من افضل سباقات اللي دخل الدوري المصري السنه دي، ومدير فني متمرس، انا يمكن اتفرجت لهم على تمرينتين في اسكندريه، تمرينته كويسه قوي، اللعيبه مبسوطه منه جدا، بدا بدايه جيده جدا بثلاث مباريات فوز، بعدين جاله هزيمتين، ده اللي بيصعب المباراه على النادي الاهلي، انه خارج من هزيمتين، عنده مشكله الدوافع عنده، طبعا الدوافع عنده محتاج يخرج ولو بنقطه من المباراه، فزوران مانولوفيتش مع خسارة مدير فني كويس، مع وجود عناصر جيده جدا في فرقه الاتحاد زي مروان عطيه في وسط الملعب، زي مبلولو، زي اوستن اموتو، زي صبري رحيل بيقدم موسمين ولا اروع في الناحيه الشمال، هشام صلاح عنده عناصر كتير، وعنده ابراهيم حسن، عنده عناصر كتير يقدر يستخدمها، لكن على النادي الاهلي انه زي ما حصل في مباراه المحله ينهي المباراه مبكرا عشان الامور ما تتضغطش، لانه الاتحاد عنده دوافع كبيره جدا صحيح. بعد خروجه من هزيمتين خصوصا كمان امام المحله وفيوتشر، خصوصا ان المباراه النهارده بتيجي بعد 24 ساعه من مواجهه الزمالك وبيراميدز اللي بتتلعب دلوقتي طبعا، وبعتقد انه في جميع الاحوال نتيجتها هتخدم مصلحه النادي الاهلي، فبالتالي فكره تحافظ على الصداره، تحافظ على العلامه الجامله، تفرق كبير توسع الفرق مع واحد من الاثنين في مشوار طبعا. المنافسه نورتنا وشرفتنا واستمتعنا بيك دكتور محمد، بشكرك شكرا جزيلا، متابعه ممتعه لمباراتي دور قبل النهائي، وبالتاكيد هيكون ليها لقاءات ثانيه طبعا نتكلم فيها على البطوله، بطوله ممتعه، بطوله فيها مفاجآت، بطوله فيها كره حلوه، بطوله فيها فريق لاول مره عربي وافريقي بيوصل للمربع الذهبي، فبالتاكيد نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للمغاربه في مواجهه فرنسا، بشكركم على المتابعه ونتقابل دايما على كل خير على شاشه الاهلي في السادسه.